فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فهل مسح الذكر باليمنى محرم في جميع الأحوال أم أنه في حال البول فقط؟ لا، في جميع الأحوال، لكن في حال البول آكد، في حالة البول آكد، وأما مسه في غير البول فأيضا لا يجوز، بل إذا احتاج إلى مسه يمسه بيده اليسرى. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.